هي سلطه تنفع سلطه وبتنفع وجبه. طب ايش اسمها سلطه هاي؟ معلش سلطه الرز والعدس. سلطه الرز والعدس ايوه بالضبط. وفي بقلبها خضره يعني هيك عشان نغير لك جو لانه بعرفك تحب كثير تغير جو انت. عارف شو اقول لك؟ طب نعمل السلطه ولا نعمل الصوص اول؟ مثل ما بدك. سلطه سلطه يلا. هنحط الرز المسلوق. شايف كيف انا ديمقراطيه؟ هلا عجبتيني كثير يعني ما وعدس مسلوق ما بحب ناقش كثير انا. لا الله يسلمك. بصل اخضر. بصل اخضر مقطع. مقطع. بندوره حمراء مقطع. بقدونس. شوية بقدونس. بقدونس تمام. شايف كيف الالوان هلا اختلطت مع بعضها؟ هيدي السلطه كثير غنيه بالالياف لانه استعملنا الرز الاسمر واستعملنا العدس. عاده العدس البني في بقلبه الياف اكثر من العدس الاحمر مثلا. مزبوط. يعني بيعطينا نسبه من الالياف وفي بقلبه حديد وفيتامينات ومعادن ثانيين. حلو. بتعرف العدس هذا احنا ايش بنعمل فيه؟ شو انا اللي بيعجبني فيه وانا بقول لك وانا بعمل الصوص هيك اقول لك ايش بسوي. بحب العدس اشربه شوربه مع النخاع. كيف يعني؟ أوه. كيف هيدي عدس هذا الماستر. عارف النخاع شو اول حاجه؟ اللي هو دماغ الخروف. لا 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 لكن. ممكن تسميه نخاع. لكن شو هو نخاع لكن؟ عظم البقره. مش كبير. ايه ايه ايه. بيكون جواه هيك زي البهاريز مخ. ايه. فاهم علي؟ هذا بسموه نخاع. بنجيب العظم تبع البقره بنشفيه من اللحم. بنقصه هيك مواسير صغيرة. ونحط التوم هو لكمل لك هيك بديك تشتاقي على السيرة. ايه كفيني لأشوف شو. التوم مفروم فلفل أسود معلقة شاي. هنحط زيت زيتون. أجيب المعلقة معلقة زيت زيتون. هاي معلقة ما بعرف ليه حسيت أكثر من معلقة. هلا أنت حطيتها بدي أقول لك جيب المعلقة يا فايز. قمت كبيت الزيتات. يلا شو بدي أعمل لك؟ ها حطيت معلقة ليمون. طيب. الاشي المبسوط فيه كثير الصويا صوص انك حرياني في الملح. ايه بس الصويا صوص بدنا ننتبه انه نجيب النوع اللي فيه مكتوب عليه ليس سولت او لو ان صوديوم. لانه عاده الصويا صوص كثير بيكون نسبه الملح فيه عاليه. قليل ملح. فبدنا ننتبه كثير منيح لهيدي النقطه. ايوه خاصه الاشخاص اللي بيعانوا من ضغط الدم اكيد يعني لازم يحاولوا يتجنبوا هيدول الاشياء. كمان اللي بيعانوا من ضغط الدم يعني بنصحهم يعني يهدوا اعصابهم شوي كمان. ما يتفرجوش على هذا يعني الواحد يكون متفرج على شيء يتفرج على شيء كوميدي يتفرج على برنامج يتفرج على هذا هي يخف ضغط الدم هيك بخف ضغط الدم عنده. وشايفه كيف بدي احكيك عن حكايه العدس بالنخاع. قلي الوصفه كفيها يعني. لا نقعد نخلط النخاع هذا لما يصير زي المخ هيك طالع من عظم النخاع زاكي مع شويه العدس تحط معاه ويقعد يغلوا مع بعض يطيروا هيك مغريين مع بعض يعملوا يتجانسوا مع بعض العظم بالنخاع بالعدس يقعد يتجانس هيك فتاكل الدورة هاي. على فكرة انت لو جمع كم هيك. لا انا لهول بدي اجمعهم ونحطهم بكتاب وصفات يعني. هذه وصفات عشان ما تعيدهم بحياتك عرفت كيف. هذه الوصفات الاصلي. هيدا كتاب لازم تعمل كتابك هيدا اللي كنت تعمله من قبل يا فايز انت. تعمل تكتب الوصفات عشان ما بقى تعيدها مش عشان تعيدهم تاني مرة. خلص تكون كتبتهم واحتفظت فيهم وخليتهم على جنب. هذه وصفات سبحان الله بتاخذي هذه الأصلية اللي بتيجي من عارفة من الناس الأصليين يعني اللي بيعملوها اللي على أصولها بسموها. بحب الأكلات اللي أنا على أصولها. أنت بتحب الأكل على أصوله. بروح الناس فلاحين مثلا أشوف كيف بيحشوا الحمام. كيف بيربوا هذا كيف بيعملوا طاجن البامية باللحم البلدي هيك في الفرن كمان. لما تروح لما الواحد يروح لبنان اللي بشوف يعني بصراحة بلبنان ما فيش أكل فيها كثير يعني ما تزعليش مني يعني. كثير تبورة وكبة. الكبة زاكة بصراحة هناك. أروح على سوريا أشوف الأكل اللي هناك برضو على أصوله. طيب الحياة حلوة.